في الخليان طارق بيك بحور ويديان وشكون هما انضمان يا لازم تعاوني ليا قالت ليا يا شريف يا ولد سيدي دحيان لازم ماشي فك عطاني عندي ثلاثة ضمان الأول في الضمان والثاني في الضمان والثالث في الضمان هو محمد السادس يا من المصنع العلاوية عش الملك والله يا ضمون حفظ الله الولي رح يجي ننصر
الحقد ما باقي وباقي الغليمي نارا يعشموني بصيدة وادا 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 يا ضموني عبد الله الوالي راح تمشي ننصره وشبر ولا وشير خبط سيد مير وفيها المياسير وشيتي بيزوه سبتي من الوقت ونور الشعب عود وور والخيار صبور ونور الحليب تصور ونفسي بدور وسريع سريع الوقت